كيف نتوما لاباس عليكم كل شي مزيان في الفيديو هذا غادي نجاوبو على السؤال ديال اشنو المقصود بهذاك تلقيح ساري المفعول انا هاد ساري المفعول كتخلعني انا هاد ساري المفعول ما فهمتش شنو هي القضيه ديال ساري المفعول بالنسبه للاطفال الاطفال غادي نشوفو واش الباسبور كوفيد ديالهم كيتسالى حتى هو عنده أه يعني واحد التاريخ ديال انتهاء الصلاحيه ولا لا وكيما عودتكم دائما كل شيء بالدليل التاريخ أه اليوم حنايا السبت 15 رمضان 14 رمضان اللي صايمين في المغرب أه تقبل الله منا ومنكم وندخلوا في صلب الموضوع اذا كيما كتشوفوا هنايا السيرتيفيكادو دي باكوناسيون كونترا لا كوفيد 19 دي, دي لوس مينوريس يا نو كادوكارا يعني العنوان باين, باين كيقول لك السيرتيفيكا ولا الشهاده ديال التلقيح ديال العيال ما كتسالاش يعني ما عندهاش شي واحد المده محدده ديال النهايه ديال المده ديال الصلاحيه غادي نشوفوا الديتاي وغادي نوريكم بالضبط مع من جبت المعلومه باش حتى اذا قالوا لكم شي حاجه في المطار ولا في شي ميناء تكونوا عارفين كيفاش تجاوبوهم طبيعة الحال وكيفاش تردوا عليهم فهنا يقول لك مينتراس بينما شهاده التلقيح بالنسبه للبالغين يعني تنتهي مدة صلاحيتها وتحتاج إلى جرعة تعزيزية أو المدة ديال الصلاحية ديال الشهادة الأولى هي 270 يوم 9 شهور من بعد ما كتكمل من بعد بالنسبة للناس اللي فوق 18 عام يعني. ف هنا كيقول لك لا وي اكورد دو بطبيعة الحال كيقول لك الاتحاد الأوروبي يعني وافق على أنه يكون هناك واحد التاريخ ديال الصلاحية والانتهاء الصلاحية ديال الشهاده ديال التلقيح دابا كيحاولوا في اوروبا ان المده ديال جواز التلقيح كامل تكون 9 شهور هنا كيقول لك سيكون بروسيا على حسب ما قالت بروكسيل اون آه كي وها آه يعني آه زادوا آه او لا وافقوا على ديك الجرعه التعزيزيه بالنسبه للعيال أكثر من 12 عام الا انهم كان هناك واحد القرار اخر غادي نشوفوا القرار شنو كيقول وشكون اللي كيقولوا كيقولوا هاد دي, دي آه غوندير كيقول لك تراس ديليبرار كون لو سيكسبيرتو سين سالود بوبليكا يعني بعد المناقشات اللي تناقشنا مع المختصين في الصحة العامة ولا في المستشفيات العامة ايموش ديسيديدو كي لو سيرتيفيكادو دي فاكوناسيون دي لو مينوريز نو ديبين كادوكار يعني احنا قررنا بانه شهادة تلقيح ديال الاطفال القاصرين يعني قل من 18 عام آه البياخار بودران سيغير اوتيليزاندو في اللحظة ديال السفر يعني بالنسبة لهم هاديك تلقيح حل... شوف الاخوان راه ما كنقول حتى شي واحد يلقح اولاده ولا ما يلقحهمش ولا فهمتي راه كل واحد بطبيعه الحال مسؤول وعارف علاش يعني كل واحد مسؤول على وليداتو المهم انا كنقول لكم السيد كيقول كي بانه السفر كتقدر تستعمل هذيك الشهاده ديال العيال وخا تكون فايته تسع شهور ولكن تقدر تستعملها بطبيعه الحال. سمحوا لي نعاودوا من ملو... الاول ماشي فين كنا نعيطوا لي انا في الخدمه. أه كما قلنا أه يعني السيد كيقول كي بانه الاطفال الصغار وخاضوا 9 شهور داك شهاده التلقيح ديالهم فهي ما زالت صالحه للسفر ها هو كيتسمى يعني التعليق ديالو في تويتر بالنسبه للناس اللي بغات تعملوا شي بانطيه ولا شي حاجه باش الا قال لكم شي حاجه في السفر رغم ان ما كنظنش adopted new rule exemption under 18 from the exception period for vaccination certificate from primary series يعني اللي قل من واحد الاستثناء استثناء لشروط السفر ويعني اللي كيتسللوا الباسبور كوفيد فالاطفال اللي قل من 18 عام فهم خيفوا 270 يوم فشهادة ديال التلقيح ديالهم ما زالت مقبوله للسفر وملي كنقولوا السفر الاخوان كنعنيو به برا او بحرا المهم ها هو انايا البانطايا وقفوها اللي كاع يعني كيف تويتر يمشي يقلب على السيت تويتر ويعمل له شي تصويره لهاد الكوميسيون هادي لهاد عفوا هاد, الـ الـ هاد, اه اه هاد التقرير هذا باش يسافروا العيال ولكن انا كنظن وسائل السفر حنا انا بعد المطارات راه عارفين بانه العيال وخات تفوت 270 يوم يمكن يسافروا به اه ما نطولش عليكم الا كان شي موضوع اخر غادي نقول لكم ان شاء الله غادي نحاول نعمل نبقى نعمل فيديوهات صغار لان ما عنديش الوقت نقدر ما عنديش الوقت باش نبقى جالس جوج ولا ثلاثه ساعات كان فيديو غادي نحاول نبقى نعمل فيديوهات صغار على حسب المواضيع وعلى حسب الاسئله ديالكم شكرا بزاف والى فيديو قادم ان شاء الله